دام لله، البقاء لله، ماشي، حسن لله، اتكل على الله. ربنا يجعلها اول الاحزان، ربنا يجعلها نص الاحزان، ربنا يجعلها اخر الاحزان. باية في حياتك يا وليد، في حياتك الباية يا اسراء. هو عمو مات ازاي؟ مات لوحده كده. مستخبي ايه فالنتيني؟ ابويا تعبان ودكاتره داخلين خارجين عليه. وفالنتيني ايه يعني؟ انت ما جبتليش هديه. هديه ايه؟ بقول لك ابويا تعبان، ابويا مات، عايز هديه؟ طبعا، قال على راي المثل، قال يا مستنيه الراجل في الفالنتين يجيب لك هديه، قال يا مستنيه ماكدونالدز يعمل ملوخيه. ايه في حياتك يا ياسر؟ ماشي. هو عمو مات ازاي؟ كان صاحي فجاه وقع مات. ايه في حياتك يا تامر؟ ما تخلص يا بت. هو عمو مات ازاي؟ مفيش، خسر فلوسه كلها في البورصه، تهف مات. انا فعلا كنت واخده بالي انه كان غريب قوي الفتره اللي فاتت. هو اللي غريب يا بنت؟ انت ما تحترمي نفسك، وبعدين انت مش عزتي، يلا انكشحي بره. ايه ده؟ في ايه؟ انا بقولك انه كان غريب. الله، ايه ده؟ كان غريب. لا يا بنت ولا يا ياسر، عيب كده، دي المزه بتاعتي، ما ينفعش اتكلمها كده. وبعدين اسراء بتتكلم صح، ابوكوا كان غريب جدا الفتره اللي فاتت. ده انا طلعت على السطوح لقيته قاعد بيكلم الفراخ واخد ديك على جنب بيديله سجاير. والله العظيم كل ده مقدور عليه، امال انا اعمل ايه؟ ايه؟ ابوك طلعني فوق السطوح ويقول لي طير يا حمامه. ولما اشاور لك بالعلم ترجع لي ايه؟ اقول له يا بابا انا ابنك، يقول لي لا انت عباسي ابن فرناس. طب وهربت منه ازاي؟ مفيش، جاله تليفون اتشغل فيه، طرت وجيت على هنا. اهدى ده عزا. الله يرحمه، كنا كل ما نطلب منه حاجه يعمل لنا فيها مجنون. ولا يا ياسر عيب. اذكروا محاسن موتاكم. يا عم ابوك ما كانش ليه محاسن. يا ابني عيب، يا ابني حرام عليكم، الميت ما تجوز عليه غير الرحمه. ايوه صح، يلا بينا. عندك حق يا وليد، يلا يلا يا جماعه نودي بابا المقابر بسرعه. يلا وحدوا. لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا ايه؟ موتوني؟ بتدفنوني؟ تدفنوني بترنج ابيض؟ بتدفنوني في كوره ولا ايه؟ انت مين يا عم؟ انت عارف انا فين؟ قفص ازاز ليه؟ وانا سمكه؟ ايه يا بابا انت ما متش؟ حمدلي على سلامتك. بابا مين؟ انا مش بابا. يا بابا احنا اولادك، انا وليد ابنك. وليد ابنك؟ انا ماليش وليد ابنك. وليد ابنك؟ يا بابا وليد ابنك. بابا احنا اولادك، تامر وياسر ووليد. تامر وياسر؟ ما انا ماليش ولاد. تامر وياسر؟ لا وليد. ايه ده؟ ده الحاله اشتغلت بقى، انا هكلم لك الدكتور. بابا لو سمحت خليك واثق فينا شويه. ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي. زمان انا خدت درس غلطتي ما ذاكرتهوش، انا خدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي، مش اهلي دول والله لا، والنعمه والختمه دول جزم. يا عم ابو الليف، يا عم ابو الليف ازاي تقول علينا كده؟ احنا ولادك. ولادك ايه؟ انا ما عنديش ولادك. ولادك ايه؟ انا ولادي؟ لا ولادي انا اساسا ما متش، انا مت. ايوه يا بابا، انت امبارح قلبك وقف، جدك طور؟ جدك انت اللي طور. لا جدك طور. جدك انت اللي طور. بلاش، الدكتور قام جه. جد دكتور. قال بقى انت ايه؟ قلبك وقف وانت مت، واحنا زعلنا وقعدنا نعيط. انا امبارح مت. انا امبارح كنت قاعد مع طلعت باشا حرب، كنا قاعدين احنا الاثنين في استوديو مصر، اثنين كباب واحد كفته. اعمل فيه ايه؟ اشتمه؟ يا عم احنا لسه هنشتم، احنا نقتله ونخلص. تقتلوني؟ عايزين تقتلوني عشان تورثوني، عشان تاخدوا الفيلا بتاعتي اللي هي في الساحل الشماشي. ابوك عنده فيلا في الساحل الشمالي. ولا عايزين تاخدوا الفيلا بتاعت العين السخنه جدا؟
وكمان عندك فيلا في العين السخنة؟ ولا عايزين تاخدوا الفيلا اللي هي بتاع التجمع اللي 6 اكتوبر؟ انت عندك كل الفلل دي وسايبنا قاعدين مش لاقيين ناكل؟ مش لاقيين تاكلوا، يبقى انتوا عايزين تاخدوا السوبر ماركت اللي هو بتاعي بتاع متعدد الافرعه اللي هو ذو السنسله. ابوك عنده سوبر ماركت ذو السنسله؟ يا عم انت بتصدق؟ ابوك فكت منه خلاص، ابوك بيهلوس. انا بهلوس؟ بس انا هكلم البوليس، البوليس في خدمه الشرطه، هو البوليس اللي يجي يتصرف ويجي ياخدكوا يا كلاب يا حراميه. الو الو، البوليس؟ البوليس جه؟ يا البوليس اتغير من بعد 25 بتاع. بابا اتجنن خالص. مش عارف. تعالى اتفضل يا حظابط، اتفضل يا حظابط، اتفضل يا حظابط. مساء الخير، ازيك يا ياسر، ازيك يا تامر، ازيك يا وليد. اتاخرت ليه يا دكتور؟ الطريق زحمه جدا. ايه خير؟ اهو اهو يا دكتور. بص يا حظابط، حظابط هم الثلاثه دول كانوا عايزين يورثوني غصب عني عشان ما متش، وهم قالوا ده مات وعايزين يورثوني. هتقبض عليهم لوحدك ولا اجيب لك ثلاث عساكر يقبضوا عليك؟ هي الحاله ايه؟ اشتغلت. هي الحاله ايه؟ احلوت. اشتغلت واحلوت، قرقت واتبسطت. هو الراجل ده لسه بيتهيأ له حاجات وبيكلم ناس ميتين؟ الراجل ده مش كان مات امبارح؟ لا بابا ما ماتش امبارح، ده بابا كان مع طلعت باشا حرب امبارح. طلعت باشا حرب؟ انا جاي لك يا طلعت، جاي لك يا طلعت. طلعت باشا حرب، هروح اشوف طلعت باشا حرب وجاي. امسكهم واقبض عليهم. لا لا لا، ما تقلقوش، الحاله بسيطه جدا جدا، انا اتصرف معاه. ربنا يخليك يا دكتور يا رب. ياه، انا حاسس ان الدكتور ده باذن الله هيكون على ايده الشفاء لبابا. يا رب. انا مش قادر اصدق اللي حصل لبابا ده. يا جماعه راعوا اللي حصل له، الراجل خسر كل فلوسه في البورصه. انا لو مكانه كنت اتجنن. لا 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 لا، بابا مش هتوصل معاه لدرجه الجنان يعني. هو الدكتور دلوقتي هيديله برشامه او اتنين وهيبقى زي البرابان. يعني يا تامر انت متاكد ان الدكتور ده هيعالج ابوك؟ متاكد. بقول لك ايه، انا الدكتور ده واثق فيه ثقه عمياء. جاي لك يا ابو وليد وهلعب معاك في العيد. يا ولاد حارتنا توك توك، يا ولاد حارتنا توك توك، على باب حارتنا شجر التوك، واي حد يعدي يموت. وبرل برل برل. لا انت فين بطلونك يا عم انت؟ لا ما هو مفيش. وخلوا بالكم فاتوره الكهرباء هتيجي غاليه قوي الشهر ده. ليه؟ ابوك الفولت عالي عنده قوي والعداد بيعد. الله يا اسطى. أيوة. يا اسطى. أيوة. يا اسطى بتنقط. بتنقط. هجيب جلده. طب واجي لك يا ابو وليد. لا ما تقلقوش، الحاله بسيطه جدا جدا، انا هتصرف معاك. اتفضل يا دكتور اتفضل. يا ولاد حارتنا توت توت. شفت يا دكتور بيقول ايه؟ يا ولاد حارتنا توت توت. انت هادي التواوه، انتوا ما عندكوش دم. ابوكوا تعبان جوه مع الدكتور وانت قاعد تقول لي يا ولاد حارتنا توت. ايه مفيش دم وانت بدل ما تعقله؟ حاضر. يا وليد. بطل زن. عايز ايه؟ عايز 50 جنيه. هو انا قاعد لك على بنك؟ هو انا كل يوم اديك 50 جنيه؟ انت بتشرب حاجه يالا؟ بشرب بيبسي كنز، واشرب بقى بيبسي بتاع المكنه، وعايز اجيب وجبه بيطلع فيها لعبه بتعمل كده. بتعمل ازاي يا اخويا؟ يلا يا كذاب، انت عايز لعبه؟ انت عايز تلهف في الساندوتش. اوعى تدي له فلوس يا وليد. كلم تامر. خد يد يا بايظ، تعالى هنا. تعال. عايز يا عم؟ انت ايه الملاحق اللي بتجيبها دي كلها؟ انا مش بجيب ملاحق، انا بنجح. بتنجح انت، شهاداتك كلها كح. انا بحب الكح. هو احنا في العيد؟ ولا بابا عايز يدخلك كليه الطب؟ يا جدعان انا ادبي، وكل لما اقول لابوك ان انا ادبي يقول لي وماله لما تبقى دكتور مؤدب. سيبك من كل الكلام ده خالص، انت ايه اللي عملته في ابله سعاد ده؟ هي قالت لك؟ ده المدرسه كلها شافتك. هي اللي بتلبس قصير. تلبس قصير ايه وزفت ايه؟ هتجيبه 50 جنيه ولا اعمل فيكوا زي ابله سعاد؟ تامر هات 50 جنيه، ده بينام جنبي. الحق نفسك بسرعه. 50 جنيه ايه؟ عربيه كبده بقى وروق نفسك. ما انا عارف. انت قالي علينا ملط يا دكتور؟ هو احنا في جمصه؟ اصل الجو لذيذ. اهو جالك اهو، اهو جالك اهو، ريح بالك اهو، ريح بالك اهو، اذبحيله الصبح بطه، بخيله العصر بطه، كتريله يا بنت الشطه، اهو جالك. لا حول ولا قوه الا بالله، انت اتحجبت يا دكتور؟ لا يا رب يكون عن اقتناع. يا دكتور حرام عليك، حصل لك ايه؟ لا مفيش، اصلها بتنقط. هي ايه اللي بتنقط؟ ابوكوا خد اللبس كله عشان يسدها بيه ولسه بتنقط.
يا دكتور بابا حصل له ايه؟ شدوا حيلكم شدوا حيلكم يا اولاد. في ايه ما التاني؟ يا ريت. ابوكم عنده مرض خطير اسمه شيكافوريا. ايه؟ شيكافوريا؟ ايه الشيكافوريا دي يا دكتور؟ ده مرض خطير جدا بيجي لابوكم بس بنسبه 1 في 90 مليون. طب وعباره عن ايه المرض ده وحله ايه؟ ده مجموعه من التهيؤات والهلاوس البصريه بتيجي في عقل ابوكم، اي طلب يطلبه منكم لازم تنفذوه على طول. يا دكتور يعني اي طلب يطلبه ننفذه على طول؟ حاضر يا دكتور حاضر، ربنا يسترها عليك. ربنا يسترها عليكم انتم يا اولاد. يا انت احنا جايبين صافيناس تعالج ابويا. ايه يا دكتور في ايه؟ ده الفايبريشن بس. الو ايوه طلعت. طلعت مين؟ ده طلعت باشا حرب. الله الله. طب انا كنت لسه عندك دلوقتي يا طلعت. هو انت هتروح لطلعت تاني؟ اياني ياني ياني هروح لي طلعت تاني. اوه 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 يا الدكتور ده اتجنن. ياد جات له شيكافوريا. والله حلوه جدا الشيكافوريا. هو فين؟ هو فين اللي انا كنت بعالجه؟ فين؟ انت عامل لما تحلق شعرك مش هعرف ان انت اصلع؟ تعالى تعالى يا عم. انا مش مريض. تعالى انت مريض ومش عارف. تعالى الشيكافوريا. ولا يا ياسر الدكتور قال ايه؟ اي حاجه يعوزها نعملها له. انت مريض. ابوس ايدك عشان بابا يتعالج. انت مريض. يلا يا ياسر يلا انت يا مريض. طب انا المريض عايز مني؟ تعالى يلا عشان اديك الحقنه. يلا حقنه ايه يا عم؟ ده شكمان عربيه. تعالى اديك الشكمان. تعال. لا مش هاخد حقن. انا عارف انت خايف تاخد الحقنه. انت فاكر ان انا هديها لك في ايدك؟ لا ولا في ايدي ولا في حته تانيه. طب فين هي الحته التانيه؟ مش هقول لك. انا عارف. فين؟ ايدك التانيه. يلا تعالى تعالى. لا وربنا ما هاخدش. ما تخافش ما تخافش اديك حقنه. مش هتحس بحاجه. مش هاخد حقنه. انت سخن انت سخن وانا جايب لك حقنه بتاعت مكعبات تلج عشان تنزل السخونيه. وربنا انا ما سخن. ده انا متلج. انت متلج؟ انا جايب لك حقنه مكعبات سخن عشان تطلع الثلوجيه. يا بابا بقى اعقل بقى. ابوس ايدك اعقل. بابا انا مش بابا. مش بابا؟ انت لقيت. انا لقيتك قدام باب قبريه. عشان انت اساسا امك رقاصه. لا بقول لك ايه، كل اللي اب انا امي مش رقاصه. لا امك رقاصه. لا مش رقاصه. ابوس ايدك. رقاصه. لا مش رقاصه. شيكافوريا. ولا شيكافوريا ولا بتاع. مش رقاصه. يا طوع الدكتور قال ايه يا ابني؟ يا ابني شيكافوريا. شيكافوريا. امي مش رقاصه. قلنا لك مش رقاصه. غبي غبي غبي. لو قال من الاول ان هو هياخد الحقنه كنت قلت له انا بضحك عليك. حبيبي يا اخويا. لا يا ياسر. تعالوا 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 تعالوا. ايه بتعيطوا ليه؟ لا 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 لا. عملتوا ايه في الواد؟ وديتوه فين؟ دفناه. وديتوه فين؟ تويتوه فين؟ رميناه من البلكونه. اهو اي طائر جارح ياخده بقى وخلاص. معلش معلش ما تعيطوش. لا ليله زي الليله دي ما تعيطش. النهارده فرحك. فرحك يا تامر انت وهند يا ابني. ايه فرح مين؟ فرحك انت حبيبي. وليد فرحك يا عم. فرحك. ماليش في الدنيا غيرك. اسمع كلام. ما يلا. فرحك. يا بابا ده فرحي وكنت ناسي. لا حد ينسى ليله مهببه زي دي. يلا يلا روح فرحك. حاضر. يلا روح هات. فين العروسه؟ في الكوافير. روح هات الكوافير وتعالى. يلا حاضر يا بابا. يلا حاضر. تامر وليد ما تتاخرش. انا هقعد معاه لوحدي لحسن ممكن يقتل. باركوا لبعض بعدين. باركوا لبعض وكلوا ملبس. يلا سلام يا بابا. يلا مع السلامه. اخرش. انا كعملته. ايوه ليه يا بابا الاذيه؟ سلام عليكم. يلا تعال. اجي فين؟ تعال ما تخافش ما تخافش ما تخافش. تعال 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 تعال. ايه 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 ها؟ عملت ايه بقى في المسابقه بتاعت السباحه؟ كسبت ولا خسرت زي كل سنه وغرقت ومت؟ كسبت طبعا يا بابا. كسبت. براوة عليك براوة عليك. طب فين الميداليه؟ ميداليه. ميداليه ايه؟ بتاعت الاولمبياد. الايه؟ الميداليه بتاعت الاولمبياد. ما فيش ميداليه. الميداليه بتاعت الاولمبياد. ما فيش ميداليه. بقول لك يا بابا ميداليه ايه؟ بقول لك يعني ايه؟ لا 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 هجيب لك اللي انت عايزه. لا لا هجيبها. الميداليه الميداليه. ايوه هات. أيوة. الميداليه. حاضر بقى. غبي غبي غبي. لو من الاول قال ان هو خسر ما كنتش هقول له فين الميداليه. بس كده ملوش رجلين. ما بحبش اللي بيكدبه. ها فين الميداليه؟
فين؟ ايه ميدال يا براوة، ابني بقى بطل قومي. يا الله، وده ايه؟ مفتاح ايه؟ ده مفتاح السعادة. الله، وده مفتاح الايه؟ ده مفتاح الحياة. الحياة الحمراء ولا الزرقاء؟ وده مفتاح الايه امال؟ يا بابا ده مفتاح العجلة بتاعتي. ايه ده، جبت عجلة كمان؟ ايوه يا بابا، مكافأة ليك. يا تعالى تعالى، مبروك مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. مالها مؤدبة جدا جدا جدا، معروفة أبا عن جدا جدا جدا. يا ابنك اتعلم مؤدبة، يا ابنك اتعلم مؤدبة، عرس بتاع حلوة مؤدبة، عرس بتاع حلوة مؤدبة. الحي حي حي، العريس والعروسة بنقول لهم قول لهم قول لهم رقبتي وجعتني يا عم. مبروك يا عم وليد. الله يبارك فيك، بس أنا اسمي تامر. مبروك يا عم تامر. الله يخليك، بس انت بتزعق ليه؟ انت بقك في ودني. طيب فين الشاي؟ حاضر عينيا. عايز انا بشرب الشاي باكت. انتوا الفوليا ما عندكم علي ليه يا جماعه؟ الشاي. حاضر يا جماعه، والف شكر يا رجاله. انتوا مين؟ كفرتينا في الجواز. موافقين. تبع الجوازه ممتازه. كوبايتينا في الفرح. موافقين. تملى الجو مرح. كوفرتينا في الصباحية. موافقين. تبقى الجوازة هنية. ايه ده، الف مبروك الف مبروك، وكمان جايب لي اعلانات الثمانينات. يا يا مبسوط يا بابا؟ مبسوط جدا. الف مبروك الف مبروك يا هندي يا بنتي. هندي مين يا بلحج؟ انا اسمي رانيا. رانيا؟ الله يخرب بيتك، تعالي ابوس ايدك. مشاها هند، ابوس ايدك، ده لسه قاتل اخوها قدامي. هند دي فيها 20 لحلوح كمان. حاضر، ما بتشبعيش. ماشي. انا يابا الحاج اسمي هند، بس بيدلعوني قولي لي يا رانيا. ازيك يا هند، واخبار ابوك ابو رانيا ايه دلوقتي؟ كويس؟ ابويا تعيش انت يا حاج. تعيش انت؟ يعني اغمى عليه ولا ايه؟ لا يعني مات. الله يرحمه. يا الله يرحمه. يا ده كنت انا وهو امبارح بالليل بنلعب استيميشن، مش فاهمين حاجه. يا فعلا فعلا فعلا. مات في الزفه واحنا جايين يا بابا. مات قبل الزفه على طول يا عيني. يا الله يرحمه، هو كان سريع كده على طول. طب يلا خش يا اولاد، يلا اوضه الفران هناك، روحوا اتجوزوا بقى، وانا هبقى اجي اشرح لكم هتعملوا ايه. يلا. حاضر يا بابا. تعالي تعالي تعالي. ما تخافيش والله، خمس دقايق هنقعد. لا يا حبيبي، بلا فرام بلا ترام بلا شغل جنان، احنا ما اتفقناش على كده. ابوس ايدك والله هيقتلك. لا يا تموره، احنا قلنا زفه ولحد هنا وستوب. لحد هنا وستوب؟ ايه ده؟ لا لا، ده ليله فرحي، يعني لحد هنا ولحد هناك. نعم يا الدلعاتي، بلا هناك بلا هنا يا عالم يا معفنه. انتوا مستتركيني لحد هنا تعملوا لي فيلم احاسيس ومذكرات مراهقه؟ لا يا حبيبي، احنا قلنا هنيجي ناخده على قد عقله، لكن ما دام وصلت لهناك والقط الفيران. اسمع يا حبيبي، انا لا مراته ولا اعرفه. الله، وزغرتي اللي ما انتش غرمانه. انتوا ايه فاكريني من العيال البيجي بيجي اللي بيروح ويجي؟ ابوس ايدك يا بنت. بلا بنت بلا ست بلا اب بلا جد. خد يا حبيبي بارستك المقطعه دي. وما فيش سلام يا رانيا. بلا رانيا بلا دنيا بلا كلام فسكونيا. هي البنت دي مش حافظه غير امثال. ايه البنت دي؟ جايبها من جامعه الدول. قابل بقى.
ايه ده؟ يعني انت كنت بتكذب عليا؟ لا يا بابا والله يا فهمك بتكذب عليا والنبي يا بابا والله ابدا بابا لا تبدا شيكافوريا كامل في تاني شيكافوريا اهرب يا وليد بسرعه هيقتلك والله قلت لك من انا ما بحبش كذب كله لا كذب لو من الاول قال انا مش متجوز كان عادي لكن بيكذب عليا محدش يكذب عليا انا ما بحبش كذب شيكافوريا بابا شيكافوريا بابا جمهورك ذنبه ايه كذبوا عليا كذبوا عليك في ايه انا ان هم دافعين تذاكر هم جايين من عواد شيكافوريا هرخصها ايه اكتر من كده دي بخمسين جنيه شيكافوريا شيكافوريا باظ تعالى بتعيط ليه بتعيط ليه انت قتلت اخواتي لا لا دول مش اخواتك انت فاكرهم اخواتك امال مين دول لا دول كانوا جايين على عرض همبرجر طب وقتلتهم ليه ما عشان العرض خلص انت الوحيد اللي ابني يا ابني انا الوحيد اللي ابنك ازاي ايوه يا ابني بص انت عندك كم صباع في ايدك خمسه وانا عندي كم صباع في ايدك خمسه طيب يبقى انت ابنك ولا لا شفت شفت يلا تعالى بقول لك انا العيال دي انا كنت بحبها قوي بابا معايا تليفون طب ما انا معايا تليفون لا انا ارد على التليفون طب ما انا ارد على التليفون هرد بعد اذنك على التليفون يا بابا رد بعد اذنك على التليفون الو انتوا فين هيقتلني تعالوا بسرعه سبعه شارع المارد مع السلامه ايه انت جايب لنا اكل اكل ايه ايه جايب لنا اكل دريفلين نعم دريفلين يا حبيبي جايب لك اكل دريفلين يا ابني الوحيد اللي بياخد باله مني قال التانيين دول انا كنت بحبهم قوي اللي هو التخين والطويل دول شوف لي حد يقول لي نكت يضحكني ايه هات لي بلحه بلحه مين بلحه اللي بيقول نكت هو في حاجه اسمها بلحه بيقول نكت بلحه بيقول نكت لا لا بلحه بيقول نكت هجيب لك بلحه شيكا هجيب لك بلحه بلحه يا اهو بلحه جه بلحه جه يلا يا عم غبي 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 انا كنت هقول شيكابالا اتفضلوا اتفضلوا السلام عليكم سلام انتوا اللي بعتكم الدكتور بهنساوي ايوه يا سيدنا انا اللي بعت الزفت خلصونا خلصونا انتوا اهو اهلا 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 ازيك يا بلحه بلحه مين بلحه انت بلحه مشيها بلحه الراجل تعبان يا عم انا ما اسميش بلحه عيب معلش مشيها بلحه بقول لك طيب يا سيدنا انا كويس ازيك يا بلحه تعالى يلا قول لي نكته عشان متضايق ايه نكته أيوة. اخلص انا اقول نكته ليش قول له نكته انا راجل صعيدي والصعايده ما يجيلوش نكت وكلام مسخ يا عم قول له نكته بوش ايدك يا عم قلت لك صعيدي يا عم قول له نكته مره واحد صعيدي مرته خلفت واد ميت بعديها خلفت توأم قام ماسك واحد منيهم رميه من الشباك مرته بتصوت قال لي اخرس يا وليه احنا ما هنقبلش العوض يعني ايه انا مش فاهم انا مش فاهم يعني ايه في النكته داي مش للضحك داي فيها رساله رساله ايه احنا تبرعات رساله ايه انا عايز نكته انت عايز نكته كوميدي اما النكته تراجيدي طيب انا اقول بالونه وبالون دخلوا مشارع المسامير البالونه قالت له انا خايفه قال لها ما تخافيش يعني ايه انا مش فاهم بتضحكوا عليه انا اقول لك انا اقول لك نكته ذكيه قول لي نكته ذكيه دكتور بنى عماره قول لي ليه ليه عشان يسكن فيها الامه يعني ايه عايز كتالوج شرح ده ولا ايه طيب نفس الدكتور اتقبض عليه قول لي ليه ليه بنادول اكسترا اتزخانه يعني ولا ايه داي انا مش فاهم انا عايز اضحك قول له نكته تعالى تعالى يا حاج قول له انت نكته ايه ده انت بلحه اه ده كان نخله ايوه وده بلحه ده اللي وقع منك ايوه طب هز تاني يمكن توقع لنا واحد تاني ايه ايه هز طيب انت بلح يا حاج ازيك يا بلح الله يسلمك تعال قول لنا نكته اقول لك نكته اقول يعني واحد ماشي والدنيا برد والجو عمال يمطر شاف قطه
صعبت عليه، شالها وطبطب عليها، روح بيها البيت، خبط مراته فتحت، قال لها شايفه القرد؟ قالت له قرد ايه يا راجل؟ سلامه الشوف، دي قطه. قال لها ما بكلمكيش انت. ايه؟ امال بيكلم مين؟ بيكلم مين ايه؟ بيكلم مين؟ انا مش فاهم. انت عايز انا بقيت غبي ولا ايه يا حاج؟ نكت اهي، بقول نكت. عايز نكت حلوه؟ خش هنا، حط ايدك هنا جوه. هنا في نكت؟ هتلاقي النكت الحلوه كلها هنا. موجه كوني دي؟ اه كوني. يلا ايدك. لقيت النكت ولا لسه؟ ايه 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 ايه؟ انا مش مجنون. مجنون؟ انا مش مجنون يا بابا. يا وليد انا مش مجنون. بقول لك ايه يا وليد؟ ايه؟ غالبا ابوك عيان. مش قادر اصدق اللي بيحصل لك يا بابا. بقى ده بابا اللي عقله كان يوزن بلد؟ اللي كان يقعد وسط الناس يحكم ما بينهم، يتجنن ومخه يطير ويقتل اخواتي؟ انا مش قادر اصدق. ده اكيد ده غضب من عند ربنا. ارحمنا. حلوه صح؟ عجبك العسل؟ لا عجبني الدخان. يا ابني ليه يا وليد جبت الافكار الجهنميه دي منين؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ لا بس كده يا جماعه غلط. انا بابا صعبان عليا، ده ممكن يتجنن بجد. يتجنن ايه؟ ما صعبش عليك غالي. ابوك ده عنده فلوس على قلبه قد كده، لما تعرف عنده فلوس قد ايه مش هيصعب عليك. انا بس نفسي افهم انت ازاي خليته يقتنع ان هو قتلنا. كله بسبب حبوب الشيكافوريا. حبوب الشيكافوريا دي بيحطها له الدكتور بهنساوي في الاكل والشرب، يحصل له تخيلات، هيئات، الناس تفتكره اللي هو مجنون، نوديه مستشفى المجانين، نحجر عليه وناخد كل فلوسه. ايوه بقى، فلوس تعلي توطي، تعري تغطي، تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك. ايوه ايوه. هي هي عالسقف. هي 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 هي. تسيبك تجيبك. مع السلامة عليكم يا عم ابن آدم. عليكم السلام. الميكروباصات مايك الشباب لحد ما هي بتعدي من هنا؟ لسه معديه من شوية. متذكرين يا عم. بسم الله. في بداية الكلام يا منى أحب أقول لك حاجة مهمة جدا، إن إحنا لابد من وجود بنية تحتية. البنية التحتية دي مش هتكون تحتية أنا بس، بل بالعكس هتكون تحتية وتحت كل واحد من الناس اللي قاعدة دي. وإن شاء الله إن شاء الله عمرنا ما هنرجع لورا أبداً تاني يا منى بإذن الله. وفي كل حي ولد عترة وراي. صبي حنان وكل ناجيرة وعشرة وأهله وخرفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتردوا السلام؟ دي قلة أدب. انتوا جايين تتفرجوا على كفرة؟ يا أيتها الأم المترملة، يا كل من فقد الأب والأخ، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والسماء بميكروباصات السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العب يا عم السادات. بقول لك والنبي يا عم السادات، البس لنا ام قميص واقي عشان الخربقه شغاله على ودنه اليومين دول. محدش ضامن تيجي تشد نفس من ام الجوزه دي يطلع نفس مفخخ يفخخنا كلنا. معلش احنا بنتفخخ بس. انا بقول يا جهاد وري. أبويا نصحني وقال لي امشي على قدك، وفصل الثوب يكون مسبوك على قدك.
رجب رجب حوس صاحبك عني رجب حوس صاحبك عني صاحبك جنني لا 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 صباح الجنان يا عنبر المشاهير صباح الجنان صباح الخير يا بلدي صباح النور يا دكتور انا معاك طبعا الجنان اولا نعم الجنان اولا ثم الدستور ثم الانتخابات الرئاسيه بالكتابه صباح الخير يا سادات عبرت السرير في كام ساعه في 6 ساعات ازيك يا قرموطي قرموطي حاف احنا اتهنى في ام المكان ده تعال لي هنا تعال لي انت خلاص لبست البلط وبقيت دكتور تقول لي قرموطي حف ليه يا ربي دخلتني مستشفى المجانين ليه ما دخلتنيش تجاره انجليش والله هموت واخش صباح الخير ازيك يا قرع اخرس صباح الخير يا لمبي انت مين انا الدكتور بنساوي يا لمبي مش فاكرك يا انت حصلت المجتمع وطفله الحشره يا حمار ربنا يسامحك يا لمبي هيسامحني مالكش دعوه انت ماشي ماشي يا لمبي منير بحبك بحبك يا منير لو فيه راح تنجرح لازم تكون واقف كما البقفي باصص للسما بقول لكم ايه في ضيف مهم جاي لنا النهارده عايزين كلنا نرحب بيه نرحب مين يعني هيبات فين ده انت طول عمرك كده اعمى القلب والنظر والحواجب ممايمه فين ممايمه في قلب الكنيف اخرس يا لمبي اخرس دخلوا المريض ادخل يا مجنون انا مش مجنون ادخل يا مجنون انا مش مجنون انا مش مجنون انا مش مجنون لا انت مجنون انا مجنون ايوه انا مجنون اه انا مجنون ايوه انا مجنون انت مجنون هو ده العنبر اللي انت هتقضي فيه بقيه حياتك ايه رايك هو ده هو ده شيكافوريا لا ده انا اللي اخترعت الشيكافوريا بقول لك ايه يا دكتور ما تسيبك من عنبر المشاهير ده عنبر الاعلاميين مولع ليه خير مجدي الجلاد ماسك في باروكه ريم ماجد وعمرو حمزاوي بيقول ليسري فودة اديني بوسه حنك وعماده دي بيقول لهم بهدوء تعالوا ورايا الله يا دكتور ورايا ما تبقاش عنيف كده انا عايزك تهدى كده عشان ناخد ونبني مع بعض السكينه بالحلاوه مع بعض لو انت بالحلاوه انت مين انا اللمبي اللني اللمبي اللني اه يا باشا انا عايزك تهدى كده وتخليك ريلاكس الراجل اللي جنبك لما جه هنا كان عصبي كده بس حط الدبله وحط الساعه حط سجايره والولاعة علق حلمه على الشماعة علق حلمه على الشماعة؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ شد الحاف الشتا على كرشه درع المنزيد كرشه ما شربش عندك برتقان هو مين؟ ايه ده انت شايفني؟ اه شايف ثانية واحدة وريك اللعب اللي على أصوله يا سلام ني 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 شايفني؟ اه شايف يا الحجارة باظت ولا ايه؟ طب والنبي ساعدنا انا زي اخوك اقول ني 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 قول لي بللم اقول لك ايه؟ بللم حاضر يلا ني 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 بللم شايفني؟ اه ابهرته ابهرته ظهرني المكان وقف مكانك وقف مكانك انت بتتكلم مع رئيس الجمهورية يا ولد انت صليط انت من الارزاق انت مين انا الرئيس محمد انور السادات انت السادات ازاي السادات انت يا دوبك تبقى اس اس السلام عليكم طب اس الله انا بحب المكان ده قوي الله الجنان الجنان هو الحل الرئيسي للمرور بمصر من هذا المنعطف الذي تمر به حاليا والنبي يا عم انت بتيجي وقت الجد وتخلع اتكل على الله
نعم، الخلعان. الخلعان هو الحل الرئيسي للمرور بمصر من هذا المأزق الذي تمر به حاليا. اكتبها في تويتر وابعتها لمنى، يلا اتكل على الله. تويتر هي الحل الرئيسي للمرور بمصر من هذا المأزق. مالك؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا حمدي. وانت مين؟ انا حمدي. حمدين؟ وده اكيد حمدين صباحي وده حمدين مسائي. لا، حمدين واحد مننا. لا بص، ما دام رشحت نفسك رسمي مش هقدر اتكلم، بس ابقى ادور على الايباد بتاعك. ها يا ده حلو قوي المكان ده. رجب يا رجب، اللي يسمع كلمة أمه شو بنقله، اللي يسمع كلمة أمه شو بنقله، شاطر شاطر. لا 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 لا. انا بحب المكان ده قوي، انا هعيش فيه بقيه السنه ونص اللي جايين. طب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ احنا هنصور فيلم. هتصوروا فيلم؟ ايوه. فيلم ايه؟ عمارة يعقوبيان. عمارة يعقوبيان بتاع الاستاذ علاء الاصواصي. أيوة. نعم نعم، انا معاكم معاكم. حسنا، الان كل ياخذ مكانه، المصور والمخرج واللي هيقول اكشن وكده. تفضلوا يا ساده. يلا عمارة يعقوبيان المشهد الاول اكشن. شيكيلي فولالا، شيكيلي فولالا. زمان الموضة كانت بتنزل في وكالة البلح قبل باريس. شيكيلي فولالا، شيكيلي فولالا. يا باشا، الحاجات اللي انت عايزها مني دي عيب وحرام، وربنا هيقلبنا قرود بسببك، فابعد عني دلوقتي. انت فاكر ان انا وانت بس اللي كده؟ انت بس اللي كده، ما تجمعش. بل بالعكس بالعكس، هناك الكثير هكذا بداخل مصر وفي خارج مصر ايضا. هكذا ازاي يعني؟ انت عارف، اقول لك على حاجه، هتحس ان انت عايز تعمل حاجات لذيذه قوي قدام. حاجات لذيذه؟ ده انت ربنا هيحرقك. ليه؟ هو انا طالب منك حاجه حرام او عيب لا سمح الله؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايز سيجاره. ده انا فهمتك غلط خالص. طيب. شيكيلي فولالا، شيكيلي فولالا. العمارات بقت مزابل من فوق او من تحت كبنهات، احنا في زمن البيبي. شيكيلي فولالا، شيكيلي فولالا. بس معاكم النبي عملني ما فيش تمثيل. انا عايز امثل. مش هتمثل معايا. مش معنى انتوا بتمثلوا. هو كده انا عايز امثل. لا ده مش تمثيل. انا عايز امثل. يا جماعه يا سلام 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 يا انا عايز امثل. عايز تمثل؟ اه. يبقى لازم تتكهرب. لازم تتكهرب؟ لازم تتكهرب. انا بحب الكهرباء. هتقع لو انت الكهرباء بسرعة. انا هتكهرب. روح أيوه. وصلي على النبي. يلا يلا يا اخوانا مجانين، عايزين نصور كليب بايق. والنبي يا عم السادات فكك من ام الجورنان ده وخليك معانا. معلش يا ارمط، فيه سؤال محير ام. خير. بيقول لك ايه؟ اذكر الفرق ما بين مصباح علاء الدين ومكياج المرأة. الفرق ما بين مصباح علاء الدين ومكياج المرأة؟ آه. مفيش فرق، الاتنين تمسحهم يطلع لك عفريت.
على دماغي. وبعدين ما تركبناش عفريت، تعال شوف معايا كليبايه عمك منير. يلا نضرب. يلا يا عم منير. يلا. انا جاهز هعمل كليب دلوقتي حالا يا مني. اعمل الكليب منير لو سمحت. يا عم ابعد عني بقى يا عم. الله، انت مش عاجبك حد في المكان ده غيري؟ لكن صراحة انت كنت وعدني يا منير. خايف اوعدك موفيش. ليه ما توفيش وليه ما فيش؟ والله انت هتموت موتة وحشة. لماذا؟ والله هتموت زي سليمان الحلبي في الاخر. هتموت على سجارة. ما فيش سجاير يعني. يلا يلا عشان هنعمل كليب. تعمل كليب هسقف لك. يلا. سقفت لك. يلا يا لمبي. يلا. يلا الكليب. يا دنيا الواحد بنقرب من ناس جربانة. يا دنيا الواحد بيهرش من ناس عيانة. ليه دايما نهري لنزق ونجري. ليه ناخد بلحة من النخلة ونسيب النخلة جعانة. أول ما بنركب بنلم العجرة لينا. وأول ما بننزل بيدوس لسطالينا. بعد ده كله نعيب على الدنيا واحنا العدنا لينا. يا ما تقولش من النهارده مفيش دكتور، انا الدكتور. امال انا ايه؟ انت الكلب بتاعي. قول هاو 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 هاو. لا هاو واحده، انت هتطول دورك ولا ايه؟ قول هاو 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 هاو. انا اللي همثل لوحدي، محدش هيمثل معايا. حسنا تفضل. ما مالكش دعوه بحسن. حسنا ايه؟ مالكش دعوه، انا همثل لوحدي. مسك كل الأدوار. اهرب اهرب اهرب. بس لوحدي. اك 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 ايه؟ أنا لا أقول أكشن وأقول كل الحاجات. أكشن مالكش دعوة. بابا، أنت ليه يا بابا بتعاملني كده؟ هو أنا مش ابنك ولا إيه يا بابا؟ بس يا ولد يا قليل الادب، يا كلب يا ساقط يا ابو ملحق. يا بابا ده هو ملحق واحد بس يا بابا، صحابي جايبين ثلاث ملاحق واربع ملاحق. بس يا ولد يا قليل الادب، رد على ابوك عدل يا ولا. والنبي يا ماما مالكيش دعوه انت يا ماما. ايه ده يا كلب، بتقول لامك مالكيش دعوه؟ يا بابا ده الكلام ده بيني وبين ماما، وماما ما بتزعلش، مش كده يا ماما؟ ماما ماما رد عليا يا ماما، رد عليا يا ماما. بابا ماما ماتت يا بابا. بابا بابا رد عليا يا بابا، رد عليا يا بابا. بابا وماما الاثنين ماتوا. انا لازم اروح لعمتي واقول لها على اللي حصل ده. تاكس وديني لعمتي بسرعه يا اسطى. شكرا يا اسطى، شكرا يا اسطى. كامل حساب يا اسطى. يا اسطى يا اسطى رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. ده ايه الفيلم اللي كله موت ده؟ هطلع لعمتي اقول لها بقى. ياه عمتي فوق قوي. عمتي ازيك يا عمتي؟ بابا وماما وسواق التاكسي الثلاثة ماتوا يا عمتي. عمتي عمتي رد عليا يا عمتي، رد عليا يا عمتي. انا لازم اروح ابلغ البوليس، لازم ابلغ البوليس. بس هركب ايه؟ هركب ايه؟ سواق التاكسي مات، اعمل ايه؟ اركب الحصان ده. يلا يلا يا حصان يا حصان يا حصان رد عليا يا حصان. يا انا خلصت المشهد، يا ترى ايه راي الجمهور؟ يا جمهور يا جمهور رد عليا يا جمهور. برافو. واحد مسكين اسمه رجب.
روح بالليل لا مراته بتخونه قال لها ايه ده بتخونيني قالت له ايه ده خضتني قال لها كل ما تخونيني هاخد اخرج زماره ولا ايه؟ ادخل يا مجنون. ايه ده؟ في مجنون جديد. ادخل يا مجنون. انا مش مجنون. وده عنده ايه ده؟ ايه ده؟ انت مالك؟ مش انا الدكتور؟ لا انا الدكتور. انت ايه؟ انا الكلب. ها؟ قول ايه؟ هاو هاو هاو. هاو. ايه ده؟ ماله؟ عنده ايه؟ عنده الفسكونيا دي. شيكافوريا. ايوه ده انا بتاع الشيكافوريا. تعالى لي. مالك؟ ايه ده شريف منير في الجبنه؟ ما عرفتش تبيع برضه ولا ايه؟ مين؟ انا وليد ابنك يا بابا. وليد ابني؟ ايوه يا بابا. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لك عشان تسامحني يا بابا. هو انا موت اخواتك؟ لا يا بابا ما قتلتهمش. يعني انا ما قتلتش اخواتك؟ لا احنا اللي عملنا فيك كده. وخدت عقاب يا بابا. حطوا لي هم كمان حبوب الشيكافوريا. بقى يجي لي هلاوس وهواجس. يعني انا ما قتلتش اخواتك؟ لا يا بابا. وهم عايشين؟ ايوه. وانتوا كنتوا عايزين تجننوني ودخلتوني المستشفى دي؟ سامحني يا بابا. اسامحك ليه؟ انت عملت ايه؟ الهنا دول مش مجانين. المجانين هم اللي بره. وحبوا يحافظوا علينا فدخلونا جوه هنا عشان ما نتلوث بالمجانين اللي بره، اللي بره هم اللي بيحدفوا المولوتوف وهم اللي بيقطعوا الطرق وهم اللي بيولعوا في العربيات وهم اللي مبوظين الجامعه. وكل ده عشان كرسي، لكن اللي هنا هم اللي عاقلين، وانت يا وليد مالكش مكان في وسطينا، اتفضل من غير ما ترد. العب يا عم العب يا عم العب